أمسية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. مصلحة الأرصاد الجوية صنفت كل من ولاية مستغانم كذلك ولاية غليزان شلف عين دفلة تيبازا العاصمة بليدة بومرداس تيزي وزو بجاية جيجل سكيكدا عنابة حتى على ولاية الطارف، صنفت كل هذه الولايات في المستوى الثالث على خريطة اليقظة عن موجة الحر التي تجتاح كل هذه المناطق، حيث درجات الحرارة وصلت أو فاقت 48 درجة تحت الظل. حتى خلال يوم الغد ننتظر بحول الله طقس حار، كذلك تنبيه من المستوى الثاني تقريبا على كافة المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات، حيث درجات الحرارة بإمكانها أن تصل لغاية 46 درجة أحيانا 48 درجة تحت الظل على المرتفعات الداخلية، بينما على السواحل ستعرف بعض التراجع لتقارب 44 درجة. أما عن حالة السماء فالأجواء تبقى مغشات تقريبا على كافة المناطق الشمالية، لكن السحب ستزداد كثافة، سحب ركامية على المرتفعات الداخلية، احتمال سماع بعض الرعود المنعزلة على منطقة الأوراس، سحب كذلك كثيفة ستخص كل من مناطق الجنوب الغربي أقصى الجنوب، مرتفعات الوقار والتاسيلي، زوابع رملية ستنشط بكثرة على الجنوب الغربي أقصى الجنوب، الصحراء الوسطى إلى غاية منطقة الواحات. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله في ارتفاع تقريبا على كافة المناطق الشمالية، ننتظر بحول الله مقاييس ما بين 29 لغاية 31 درجة، أحيانا تتعدى 34 درجة، تصل لغاية 34 درجة كذلك على بسكرة المغير توغرت حتى على بني عباس وتندوف، 31 درجة على غرداية الصحراء الوسطى، 32 درجة على أقصى الجنوب، ولن تتعدى 26 درجة على مرتفعات الهوغار والتاسيلي. خلال يوم الغد دائما تنبيه سائل المفعول من مستوى الثاني تقريبا على كافة المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات لتقارب درجة الحرارة 46 درجة تحت الظل، 42 درجة على بشار، 38 درجة فقط على تمنرة، سترتفع أكثر لتقارب 48 درجة على بسكرة المغير توغرت. هناك تنبيه من المستوى الثاني ساري المفعول حتى على الصحراء الوسطى. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ جميل على السواحل الغربية والسواحل الوسطى، سباحة مسموحة، درجة حرارة مياه البحر معتدلة، بينما على الواجهة الشرقية فالبحر سيكون قليل الاضطراب مع رياح معتدلة، تناوب بين راية خضراء وراية برتقالية يجب أخذ الحيطة. غروب الشمس اليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:04 الإكثار من شرب الماء، والسلام عليكم.